أمهات كيتعرضوا للتحرش عاد بقاو التلاميذ. أنا يعني كتخاف على وليداتك بزاف. أنا يعني بزاف الحوايج كيتعرضوا ليها هنايا، التحرش بزاف كيتعرضوا ليه هنايا، فهمتي؟ فيها صحاب البوفة، فيها بزاف الحوايج، شحال من حاجة فيها، شحال من حاجة، الدراري تيتسمو يدوز فيها الكريساج، فيها شحال من حاجة، شحال من دري اغتصبوا هنا، شحال من دري حيدوا ليها هنايا ديالها. شو الحالة كي دايره كندوز كنت فهمتي ما خاصك دير حتى شي حاجه خاصك تقابل وليداتك يعني انا كتخاف على وليداتك بزاف يعني انا بزاف الحوايج كيتعرضوا ليها هنايا التحرش بزاف كيتعرضوا ليه هنايا فهمتي الا ما اضطريتيش خاصك ضروري تجي يعني ما دير لا غدا لا حتى شي حاجه خاصك تبقى مقابل وليداتك تدخلهم سالمين الا ما دخلتيهم سالمين يعني غيتعرضوا بزاف د الحوايج ما كاين لا ضو لا والو ما كاين حتى شي حاجه فهاد البلاصه كاين غير الوسخه انت كتشوف كيجيو اللي عندو شي بركاص شحال كيجي له حالي حنايا هنايا خاصنا ضروري نحضوا وليداتنا الا ما حضيناهمش غيضطروا يا اما خطفوهم لك اما بزاف د الحوايج كيتعرضوا لهم هنا انت ام جايه وخايبه على راسك هاد البلاصه هنايا خايبه بزاف انا يعني ضروري خاص يدار لينا حل هنايا بزاف فيها صحاب البوفه فيها بزاف د الحوايج شحال من حاجه فيها شحال من حاجه الدراري تيتسمو يدوز فيها الكريساج فيها شحال من حاجه شحال من دري اغتصبوا هنا شحال من دري حيدوا ليها هنايا ديالها شحال من حاجه شحال من عام بحال هكا عمرها ما تصوفهاش وراه شنقول لك راه فاش عطاونا في شنقول لك انا زيد 83 وتنعقل عليها بحال هكا ضروري ديهم وتجيبهم ضروري زادي كاين هنايا كاين هنا الوزينه شحال الصناعي كاين هنايا تا هما الدريه دائما مساكن معرضين لشحال من حاجه ضروري هنايا مازال ما جبتيش هنا مازال شويه تيبان شويه سير هكا ورا المؤسسه وشوف شنو كاين ونطلبوا من الله هما يصاوبوا هاد البلاصه ويبعد لينا هاد الشيء كامل بركه من هاد الشيء راه ماشي كاينه مؤسسه وكاينه حاشا وجاهكم كاينه زباله راه ما عمرها ما تكون مؤسسة وزبالة أنا ما عارف شي الطريقة اش نقول لك أخويا لا حول ولا قوة إلا بالله بها الطريقة خايبة أصلا كتغيس وليدات ديالنا كيخافوا ما تقدرش تصيفط ولدك ولا بنتك بوحدة إلا ما ديتي وجدتي ما كتأمنش عليه هاد الطريقة خويا كدير الجمعية الحي الصناعي من اللي ساسوا الحي الصناعي ضروري تجيب ولادكم ضروري تجيب أنا كنضطر أنا المجوش كنقول لي دوز من حدا هاد الكار ديال الله يرحم لي الوالدين واحد الأخ سميتو عبد الحق وعمر انا كنضطر نقول ولدي انا موصي هذاك السيد كنضطر نقول ليه الله يرحم لك الوالدين دوز ليا من حدا عبد الحق الا كانت شي حاجه بعدا غادي يدوزك ليا اما باش اخويا يدوز ليا من الطريق من خايف عليه ما نقدرش لانه بزاف الحوايج كيتعرضوا ليهم امهات كيتعرضوا للتحرش عاد بقاو التلاميذ يشوفوا من هاد الوليدات وشوفوا من حق كيما كيشوفوا من الوليدات يشوفوا من حق هاد الوليدات لانه كيضيعوا هاد الوقت الدري الا ما قراش اشنو المصير ديالو تشرد ما بغيناش وليداتنا يتشردوا كما كيربوا وليداتهم ربوا حتى وليدات الشعب حنا قلنا لهم هذيك الخطره اجيو نديروا هنا نجيبوا حاشاك هذيك اللي ديال النظافه التراكس وندوروا معاه نجمعوا وقدوا علينا وما كاينش اخويا اللي بغى يدير معك اليد مشينا للجامعه على حساب هذيك البركاسه اي خويا لينا ما كاينش اللي كيتسوقك ما كاينش اللي كيعطيك شي يد ديال المساعده ما كايناش